بنى ثروته من الصفر ليتربع على عرش أغنى أغنياء الجزائر. يسعد ربراب الملياردير المثير للجدل، ما زالت تدور حوله الكثير من التساؤلات رغم إعلانه الانسحاب من الحياة العامة مع اقترابه من بلوغ 80 من العمر. صراع مع النظام. الملياردير العجوز ظل على مدى 5 عقود في قلب الحياة الاقتصادية والسياسية، عايش حقبا مختلفة وصناع قرار من العسكر والمدنيين في بلاده ومن اليمين واليسار في بلد الإقامة فرنسا. كانت صور جر ربراب للمحاكمة بنهاية شهر مايو أيار عام 2019 مع مجموعة من أبرز الشخصيات الاقتصادية النافذة، مؤشرا لافتا على انتقال معارك النفوذ في الساحة الجزائرية من معاملات المصارف والمشاريع والمصالح نحو قصور العدالة وأروقة القضاء. بدأ خلاف الملياردير الجزائري مع النظام يتعمق في نهاية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حين تضامن في بيان وجهه للرأي العام مع المعارض التاريخي والحقوقي علي يحيى عبد النور، الذي طردته الحكومة الجزائرية من منزله على خلفية دعواته إلى تفعيل المادة 88 من الدستور القاضية بإبعاد بوتفليقة للعجز الصحي. خرج ربراب عن المقولة السائدة بتحالف رأس المال مع السلطة لما رفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وتواترت تقارير وقتها عن استعداده لدعم مرشح بديل أو الترشح بنفسه للانتخابات. سقط النظام إثر حراك شعبي واسع، لكن سير الأحداث بيّن أن خلاف ربراب وأجنحة الحكم كانت لما يمثله من تهديد سياسي. وتحت هذا الغطاء رفضت السلطات مشروعا صناعيا واسعا له بمنطقة رأس جنات الساحلية بولاية بومرداس من منطقة القبائل التي ينحدر منها. ورغم ارتباطه الوثيق بالجهاز الأخطبوطي لرجل الظل محمد مديان المعروف بالجنرال توفيق، فإن رصاصة الرحمة أطلقت حين تنازع مع الحاكمين حول خطة لإنشاء مصنع لإنتاج خام زيت البذور في مدينة بجاية الساحلية. نقل ربراب معركته مع السلطات إلى الشارع بنزول موظفي كبرى مؤسساته سيفيتال إلى ساحات التظاهر، إلى أن جاء الرد من القائد الفعلي للجزائر قائد الأركان أحمد قايد صالح، حين بادر تحت ضغط الحراك بشن حملة استباقية ضد رؤوس الأموال، فوجهت له تهم الكذب والتلاعب بالفواتير والاستفادة من الامتيازات الجمركية والمصرفية، ليقضي عقوبة سجنية ب8 أشهر كحبس مؤقت من جملة حكم بسنة واحدة. لكن كيف تمكن ربراب من بناء ثروته الضخمة؟ إمبراطورية من الصفر. ولد ثاني الأغنياء العرب والسادس أفريقيا في عائلة متواضعة بمقاطعة تيزي ويزو شمال شرق الجزائر منتصف الأربعينات، وانتهى بعد دراسة ابتدائية وثانوية وجامعية محاسبا ومختصا في القانون الإداري. ومن هناك انطلق في مطاردة حلم الثروة. بدأ عصاميا مساهما في شركة صغيرة للحديد والصلب بداية السبعينات، ثم مالكا فرديا لشركة خاصة نهاية الثمانينات، لتعيده أواسط التسعينات إلى نقطة البداية من جديد بتفجير مصنعه وتحويل مواده إلى رماد في ذروة قطع الرؤوس والأجساد إبان عشرية الدم. الإرهاب في الجزائر. كان تفجير المصنع نقطة تحول في جغرافيا أعماله من الجزائر نحو فرنسا، وتضاريس استثماراته من رماد الحديد إلى حلاوة السكر. بعد مرور قصير بتجارة اللحوم الحلال انتقل ربراب إلى توريد مادة السكر، ومنها عوض خسائره الهائلة ليصهر مملكة الحديد التي استوى على عرشها مجددا، ويوسع شريط استثماراته بتأسيس شركة أطلق عليها اسم سيفيتال، التي سرعان ما تحولت إلى إمبراطورية السكر والزيت في البلاد. هذا النجاح الصاروخي يثير الكثير من الأسئلة المتواترة حول الرجل الذي لاحقته تهم العلاقات السياسية المريبة في كل من الجزائر وفرنسا.
فقد طاردته تهم تمويل حملة إيمانويل ماكرون التي أوصلته لرئاسة فرنسا إثر صدور كتاب الخلاط الكبير، الشبكة السرية لماكرون، للصحفي الفرنسي مارك إنديوال، الذي خلص إلى أن ماكرون أقام علاقات سرية مع وجوه من الأوليغارشية الجزائرية التي يتصدرها ربراب. إرث لافت. تعد دولة ربراب الاقتصادية في الجزائر وخارجها 18,000 موظف ينتشرون في 4 قارات. ورغم ترجله نحو استراحة المحارب النهائية، فإن عددا من خبراء الاقتصاد يرون في برلسكوني القبائل المنحنى الذي سيرافق نجله في طريق حفظ الثروة تاركا وراءه إرثا لافتا لرجل أعمال أتقن فن اللعب على الحدود الفاصلة بين الاقتصاد والسياسة.